ورجعنا لكم مشاهدينا وندخل على طول في موضوعنا النهارده. بنتكلم على الموضات الغريبه والجديده، بنتكلم على الريد فلاجز. ايه هي الريد فلاجز؟ كل شويه بنسمع المصطلح ده. طب ما ماشي، ما انا عايز اعرف انا كمان حياتي فيها ريد فلاجز ولا لا. تلاقي كل البنات والستات تلاقيها، طب ايه يا جماعه ما تنورونا، طيب يعني ايه ريد فلاجز؟ طب انا حياتي فيها اعلام حمراء، اعرف ازاي ان انا عندي في حياتي اعلام حمراء ولا لا؟ ممكن اغلبها سودة لكن حمراء دي جديده. طيب خلونا نرحب بضيفتنا الموجوده معانا في الاستوديو، جهاد التابعي البلوجر وصناعه المحتوى. ازيك يا جهاد؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ إيه؟ الحمد لله. منورانا لاول مره على القناه الاولى. ميرسي من ذوقك. يعني احنا بنتابعك على السوشيال ميديا، فالنهارده عايزين نتالق مع بعض بقى. اكيد. دايما بنجري ورا البلوجرز وبنشوف هم بيقولوا ايه كل يوم، لان انتوا اكتر ناس عندكم طاقه واكتف اكتر في كل حته، في الشوارع، في المحلات، في مع اي موضه بتطلع، سواء ميك اب، شعر، مصطلحات، حاجات حتى اجتماعيه ونفسيه. ايه اكتر الحاجات اللي انت عملتي عليها فيديوهات الفتره اللي فاتت وقلتي ان ده لغه العصر اليومين دول؟ بصي، هو المصطلحات الجديده زي توكسيك وريد فلاج وميكسد سيجنالز، المصطلحات دي احنا بنتكلم عنها عشان هي انتشرت في الشارع او انتشرت بين الناس اكتر، فاحنا بالتالي بنتكلم عنها. لكن مش احنا اللي نشرناها اعتقد، يعني لا، او حتى لو بتلاقوها موضه موجوده الناس بتتكلم عليها، فانتوا بتعكسوا اللي بيحصل. يعني ده صدى لده، يعني ما تقدريش تحددي مين نشر ايه الاول، بس لو بلوجرز نشروها هيبقى غالبا في الغرب وبعد كده اتنقلت للشرق. يعني مثلا مصطلح زي توكسيك في سنه 2018، توكسيك يعني سام بالعربي. حاولت افهمهم في الاول، قلت لهم يا جماعه ما تقولوا علاقه سامه، ايه اللي هيحصل يعني؟ نكد. بصي، يمكن استخدام الكلمه بالانجلش بيحسس الجيل الشباب ان هي اخف شويه، وبيحسسه ان هو مش بيهين الطرف الاخر لكن هو اللي ضحيه، فده بيخفف تاثيرها شويه. يعني انا لما اقول توكسيك فبتبقى اقل شويه. يعني انا مثلا لما اقول انا كنت في علاقه مع شخص توكسيك، انا بحسس نفسي ان انا اللي ضحيه وان هو اللي كان وحش. لكن انا لو قلت هو نكدي هيتقال لي ما تتكلميش عنه وحش. فالشباب بقوا بيتفادوا حته اللوم دي. الهروب بقى بالظبط. كمان كلمه توكسيك كلمه ما تقدريش تمسكيها من حته معينه، هي ما بتدلش على تصنيف نفسي معين. يعني الكلمه ينفع تغطي مصطلحات تانية في علم النفس زي نرجسي، زي شخصيه اعتماديه، شخصيه وسواسيه، ما حدش ينفع يقول التصنيف بنفسه. فالناس استسهلت تستخدم كلمه توكسيك عشان تتنصل من المسؤوليه بتاعت انا مش بشخصك. فعشان كده في 2018 قاموس اوكسفورد الانجليزي حط الكلمه، اضافها انها كلمه للعام 2018، يعني من كتر ما هي استخدمت في امريكا. يعني في 2018 اكتر مصطلح الناس استخدموه توكسيك. بصي، الكلمه موجوده اصلا من الاول. لا، ما هي دي اصلا في اللغه، موجوده في اللغه بمعنى يعني. سام. لكن في 2018 القاموس اضاف لها معنى زياده وقال ان هي اكتر كلمه استخدمت في 2018 في العلاقات بالذات. احنا ما نقدرش ننكر ان الجيل ده اللي موجود الصغير ده بقى متطلع اكتر، بقى اشطر مننا في انه يتفرج على افلام اجنبيه، بقى يقرا حاجات كتير على السوشيال ميديا، بقى حتى بيلعب جيمز وحاجات. الجيمز دي اصلا بيبقى فيها مصطلحات وبيبقى فيها فوكاب هم بيستخدموه مع بعض، البلاي ستيشن والحاجات دي. فغصب عننا هم اللي بقوا يحطوا القاموس اللي احنا بنسمعه واللي احنا بنشوفه. طيب، غير توكسيك ايه تاني كلمه برضو فضت معانا كده شويه؟ يعني في كلمه السنه دي او من 2020 وداخله معانا السنه دي مكمله، كلاون. كلاون كان زمان اللي هي كلاون ده المهرج. بالظبط، المهرج او الاراجوز. دلوقتي بقينا بنستخدمها في العلاقات بقالنا سنتين ثلاثه اهو. وهتقولي لي الشباب هي اللي بتطلع الكلام ده، هقول لك كلاون دي طلعها اصلا الرئيس الامريكي جو بايدن في يعني ديبيت كده سياسي كان بيتكلم فيه مع دونالد ترامب. فهو كان بيستخدمها كنوع من انواع السخريه، انه عشان بيقطعوا كتير. انا عارفه الديبيت ده، بس هم هناك عندهم ممكن عادي يقولوا كلمه عادي، بس هي من بعدها الكلمه بدات تنتشر في جيل الشباب، بداوا يستخدموها كمصطلح كوميدي، ان انا بقلل من اللي قدامي. كلاون، حتى كلاون احنا بنستخدمها عشان نتريق على ضعفنا مثلا ناحيه الطرف الاخر. اللي هو لما واحده مثلا ترجع لخطيبها اللي هو كان بيأذيها، تقول لك انا كلاون قوي، انا رجعت له مجرد ما اتصل بيا.
بشوف فيديوهات كده برضو اللي هو انا عمري ما هرجع له تاني، ده انا لو رن 1000 مره. فيديوهات كده بتبقى موجوده على السوشيال ميديا، اول ما تليفوني يرن اي حبيب قلبي انا جايه. ايوه يعني هي بتطلع بعد الفيديو ده تقول لك والله فعلا انا كلاون، يعني انا ما عنديش شخصيه. بس ممكن انا اقول كده على نفسي يعني. وفي كمان مصطلح طالع يقول لك لما واحده برضو تنفصل عن حد تقول لك ده لوزر، يعني ايه يعني هو الخسران، يعني هو اصلا يعني يعني بيستخدموها اللي هو فاشل، يعني هو اللي خسر. انا بقول لك كل ما المصطلح بيبقى انجلش اكتر او حديث اكتر ده بيخفف الاثر النفسي بتاعه، معرفش ليه. يعني نقدر نقول ان احنا هي دي مش فزلكه يعني، ولا هي تناكه، على قد ما هي ان انا لما بستخدم اللفظ او الفوكاب بالانجلش فده بقى ما يعني ما بحسش ان انا جحده اكتر، او مثلا ان انا بشتمه او بتنمر عليه، يعني هو كده عادي. بالظبط، تحسي ان انت اللي ضحيه، اللي هو بيخفف انا اثر المظلومة. الكلمه يعني. مع اني عايزه اقول لك حاجه بقى، كلمه توكسيك مثلا لما حد يقول على حد توكسيك غالبا بيطلع هو التوكسيك. ليه؟ لان من اكتر علامات الشخص السام يعني ان هو بيقلب الترابيزه. فلو حد مهتم قوي يقول لك ده هو اللي كان توكسيك، انت مش ضمانك ان مش اللي بيحكي. لا انا اي حد يجي يقول لي مثلا انا كنت في علاقه توكسيك، فانا لازم الاول اسمع يعني. وخصوصا يعني كل المستمعين والمشاهدين اللي عندنا والرسائل اللي بتجيلنا، بلاقي دايما مثلا حتى لو ست، يعني حتى لو ست، طب توكسيك ايه اللي حصل؟ بس يمكن الستات غلابه اكتر يعني. الراجل بيبقى فعلا بيتعامل معاها بكل اساليب تكسير الذات يعني. طب قولي لي كده علامات العلاقه. ده كانوا بيقولوا عليه نرجسي بقى، اللي هو بيكسر فيها ده وبيحسسها بالنقص عشان هي تحس ان هي اقل وان هو كتير عليها. ده نرجسي. بس توكسيك هي المظله الاكبر للنرجسي والاعتمادي والشكاك، يعني كلمه بتوصف كل حاجه. طب لما واحده تبعت مسج تقول لك انا طول الوقت انا عايزه اعرف انا عندي انا كده في علاقه توكسيك ولا ريد فلاجز اللي في حياتي، قولوا لي صح ولا غلط. رقم واحد، انا بفرح يومين وازعل شهرين. رقم اتنين، انا طول الوقت انا اللي بجري عشان ارضيه، بعمل كل حاجه ممكن ترضيه وهو ما بيرضاش. فبفضل طول الوقت بحرق في اعصابي ومجهودي عشان اعمل دايما اللي يرضيه. رقم اتنين. رقم تلاته، ممكن انا اللي اهتم دايما باعياده ومناسباته واي حاجه تخصه، وهو لو اهتم مره بيحسسني ان دي العالم كله، كفايه ان انا افتكرتك. رقم اربعه، كل ده وهي لسه قاعده؟ طبعا لسه ما طلعتش تجري. لما عديت له انه كذا مره يخني، فكان دايما يقول لي لا دي نزوات عاديه واللي بيحب بيسامح. فتخيلي بقى لما يوصل لها حته ان اللي بيحب بيسامح، يقنعها ان هو لازم تعدي الخيانه عشان كده تبقى انت بتحبي، لو انت ما عديتيش تبقى انت ما حبيتنيش من اصل. دي علاقه توكسيك ولا ده فلاكس؟ هما الاثنين ما شاء الله توكسيك. هما الاثنين. ليه بقى؟ لان هي في مرحله معينه لما ظهر لها كل العلامات اللي هي الريد فلاجز وكملت، فهي عملت منهم ستاير بقى، دي عملت منهم فستان عاجبها اللون الاحمر يعني. ما هو هي فاكره ان هي كده هي اصيله وبتكمل وبتحبه، لان هو اقنعها بيقنعها بكده. انتوا متخيلين راجل يوصل لمرحله انه يقنعك بالغلط وتعمليه بحب، ولو ما عملتيهوش تحس ان انت اللي مقصره مش هو اللي مقصر. لا، هي من جواها حته عايزه تقتنع بده. دايما الضحيه بيبقى مشارك في اذى نفسه. هي عايزه تقتنع ان هو كويس عشان ميزه تانية فيه فمكمله، او عشان مش قادره تتخيل الحياه من غيره. فدي مشكلتها هي بقى. اول مره اذاها مشكلته. تاني وتالت مره بقى مشكلتها. يعني انت شايفه ان اول مره اذى فخلاص هو جه مثلا اعتذر وبتاع ودي غلطه ومش هتتكرر، لكن مجرد ما الاذى ده بيتكرر يبقى المشكله عند الست. بالظبط. عندي انا هي ضعيفه لدرجه ان هي مكمله. ممكن تكون شخصيه اعتماديه، بس احنا برده ما نقدرش نصنفها. لا احنا مش هنصنف. بالزبط. بس احنا كستات وزي ما بنقعد كده هنا وفي النادي في الكوافير وبتاع، فانا لما بقعد احكي مشكلتك، ما هم الناس برضو بتبقى بتسمعنا وبتبقى عندها نفس المشكله او قريبه منها. فبتفهم تعمل ايه وما تعملش ايه، يعني احنا مش داخلين عارفه دراسه. أيوة. على فكره النوع ده من الستات اللي هي بتحكي لك خاني 10 مرات وضربني مش عارفه ازاي وانا مكمله معاه عشان بحبه. هي بتحكي وهي مش مستنيه حل على فكره، لان هي عارفه الحل ايه في الحاله دي. هي بتبقى عارفه انه خلاص العلاقه انتهت، فهي عايزه اللي قدامها يسمعها وخلاص، يتعاطف معاها وخلاص. انا شايفه ان معظم حالات الانفصال معظمها خيانه وطلاق بسبب الخيانه، خلاص. وبلاقي النص التاني غريب قوي يا جهاد، والله انا مش قادره افهمه. عملت عليه حلقات بس انا عايزه افهم. الراجل تلاقيه اللي هو التوكسيك ده او الراجل المؤذي
اللي هو معيش حياته في جحيم وطول الوقت خيانه وطول الوقت بيسيبها وطول الوقت مع اصحابه وممكن يسافر ويجي يعني دي كانها قطعه اساس محطوطه في البيت. الغريب بقى ان الراجل ده بتلاقيه قاعد كده حوالينا مثلا وسط اصحابه والناس بيتباهى انه عنده زوجه ما بتتكلمش معاه في اي حاجه، وقد ايه غلبانه وقد ايه طيبه وقد ايه هي بتعدي حاجات ما فيش ست تانيه تعديها. فهل هو اصلا كده عنده مشكله نفسيه ولا هي اللي ضحيه وبيقنع نفسه ان دي احسن واحده في الكون؟ يعني انا مش فاهمه حاجه. هو مختارها التركيبه دي جايه ازاي؟ هي التركيبه دي دايما موجوده. يعني دايما النوع ده من الرجاله بيبقى عايز واحده هو عارف ان اخرها في الخناقه ان هي هتزعل يومين وخلاص هتهدى. تمام. هو بيبقى عايز النوع ده، شايف ان دي تنفع زوجه. ولما يجي يحب ما بيحبهاش هي، بيحب واحده تانيه تطلع عينه. بس دي ما يتجوزهاش. وهي راضيه ان هي تكون جزء من المنظومه دي. يعني هي مش ضحيه 100%، هي ضحيه اوكي. لا مش ضحيه 100%، ما بمزاجها اعتقد. هي قابله ده ممكن قصاد الاستقرار، قصاد ان هو مميز في حاجه، بس هي راضيه بالتركيبه اللي هي عايشاها دي. طيب تعال نطلع بقى نشوف راي الشارع. كاميرا يحكى انا نزلت الشارع وعرفت من الناس ايه رايهم في المصطلحات الجديده اللي احنا بنسمعها اليومين دول. نروح للتقرير ونرجع للاستوديو تاني. العلاقه التوكسيك تبقى حاجه زي حاجه انهيلثي كده، بتستنفذ كل الطاقه اللي عندك، يعني ما بتبقاش حاجه صحيه. دي هو شخص اناني مش بيبص غير لمصلحته بس، بيعظم في نفسه دايما، حد اناني بيفكر في نفسه بس كده، فيعني حد اصلا مش شايف اللي قدامه وعايز يستغله باي طريقه. علاقه توكسيك يعني علاقه ريد فلاج، فيها طرف مش سالك او بيرزل على التاني، اللي هو الراجل بيبقى مسيطر، ده اللي هو روحتي ايه خارجه مع مين، انما ساعه الجد ان هو مش بينفذ اي حاجه. بشوف ان الشخص التوكسيك ده هو الشخص اللي بيستنفذ كل طاقتي، وانا بطلع من العلاقه انا كمان توكسيك. يعني انا ما عنديش طاقه خالص ان انا اتعامل لا مع نفسي ولا مع الاشخاص التانية، بالتالي هو بيخليني اصلا يعني بيبدا يشككني انا في نفسي. اناني سلبي بيحب نفسه، كلمته هي اللي ماشيه والطرف التاني ما فيش وجود ليه خالص. ان هو اللي بيحب يفرض شخصيته، دايما بيحب نفسه وكل حاجه ليه. هو بيبقى يعني انهاك للنفسيه، بيبقى استنزاف للنفس والطاقه وكل حاجه. الريد فلاج دي مفروض حاجه وحشه ليك، حاجه بتستنفذك. الجرين فلاج بتبقى شخصيه يعني علاقه هيلثي ما فيهاش حاجات وحشه. الريد فلاج ان هو لما بيبقى في حاجه باينه في الشخص من الاول والناس بتتغاضى عنها، يعني حد بخيل، حد مثلا كذاب جدا، وبيبقى الريد فلاج ده بيبقى واضح جدا. الريد فلاج بشوف ان هم الناس اللي مش بيتكلموا، اللي مش بيطلعوا كل اللي جواهم، ما بيبقوا صريحين قصاد بعض. الريد فلاج ده اللي هو الشخص السلبي. الريد فلاج بيبقى حاجه بشعه بجد، حاجه بشعه، بلاير وكذاب وخاين، كل حاجه بشعه. جرين فلاج بقى ده بيبقى جود بوي شويه، بقى طيب ومشي جنب الحيطه، بقى بيسمع كلام ماما وبابا. ما فيش الكلام ده صراحه، قليل قوي لما بتلاقي حاجه زي دي. الاغلبيه اللي هي الاناني اللي بيحب نفسه بيحب مصلحته، عشان تلاقي العلاقه الثانيه دي قليل جدا. انا اكتر جمله عجبتني ان الشخصيه التوكسيك لما بتدخل حياتي بتقلب انا بعد فتره بقى توكسيك، ولا عندي ثقه بنفسي ولا عندي ثقه بالناس، وببقى مريضه نفسيا زيه. عارفه يا جهاد، الشخصيه التوكسيك دي عامله زي الفيروس اللي هو لما بيدخل حياتك فجاه كده تلاقيه قلب كيانك. بقيتي بدل ما تبقي ورديه وجميله ومنتعشه وورده وقمر، قلبتي على جميز ودوم، فاهمه ازاي؟ بيغير الشكل وبيغير الروح وبيغير كل حاجه، تتقلبي من ابيض لاسود. لكن انت معايا ولا مش معايا عشان ننقل على الريد فلاجز؟ معاكي، لان اصلا استمرارك معاه مبني بالنسبه له على انك تحسي انك شاكه في نفسك طول الوقت، فهو بيشككك في شكلك، في افكارك، في كل حاجه. فيروس. والله فيروس. طيب عايزين نقول يا جماعه ان الريد فلاجز دي مش شخصيه. الريد فلاجز، لان انا شفت شويه شباب فاهمين الريد فلاجز غلط. الريد فلاجز دي خطوط حمراء، لمبه حمراء بتنور، علم. هو الترجمه الحرفيه للكلمه الانجليش ريد، احمر، فلاجز، اعلام، اللي هي الاعلام الحمراء. الاعلام الحمراء دي زي ما انا قلت في بدايه الحلقه، خلي بالك خطر، في مؤشر بيقول
هنا منطقة خطر، هنا منطقة زلازل، هنا منطقة إعصار وبراكين، في خطر. قبل العلاقة يعني وأنا داخلة أرتبط وأنا في بداية الارتباط وأنا لسه مخطوبة تبقى في ريد فلاجز، النهاردة أهم وأهم وأهم إن أنا أتكلم على الأعلام الحمراء دي من وأنا في البداية، يعني إن أنا أشوفها واستوعبها عشان أجري، أجري يا مجدي يعني بالزبط. عشان ألف وامشي، لأن بدل ما أدخل وأتجوز وأخلف وتبقى المشكلة بدل مشكلة بقت فيها أطفال وعيلة. إيه الريد فلاجز اللي أنا لما أشوفها أقول أرجع لورا كده، استني بقى كده هدي قلبك ده شوية عشان في كده مش مظبوط الراجل ده؟ الريد فلاجز دي بتبان من أول خروجة تقريبا، يعني اتنين مخطوبين أول خروجة بينهم هيبان حاجات فهي تبدأ تاخد بالها، زي مثلا ان هم لو قاعدين في مطعم هتلاقيه بيعملها هي كويس عشان هي العروسة، وبيعامل مثلا الشغالين في المكان وحش. فمش شرط تكون حاجه في العلاقه نفسها، هي لسه ما دخلتش معاه اي علاقه، احنا انا معاك اهو واحده بواحده، بيعامل الناس الاقل منه مثلا وحش، فده شخص بيعامل الناس اللي مصلحه عندهم كويس والناس العاديه وحش، هيعمل فيها هي كده بعد شويه، يعني دورها هيجي. والله حلوه الحته دي، اول مره اسمعها يعني فعلا. يعني انا اعرف ان هو من الحته دي ان هو بتاع مصلحته، بتاع مصلحته، فلما تبقى مصلحته تخلص معايا انا كمان هتعامل نفس معامله الجرسون. اتفضل. حاجه كمان تعرف ان هيبقى عليها الدور لو هي سالته مثلا خطيبتك اللي فاتت سبتوا بعض ليه، واتكلم عن اللي فاتت وحش، المفروض هي كبنت ما تفرحش وتحس ان هو اختارها عشان هي احسن والكلام بتاع البنات ده، لا تقول دي واحده ممكن تكون اكلت معايش وملح، ليه يتكلم عنها وحش كده؟ حتى لو هي مش كويسه، الطبيعي لو هو ابن ناس ان هو يقول ما حصلش نصيب وخلاص. بس هم بقوا اذكى شويه في الحته دي، بقوا بيتكلموا كويس. يعني الرجاله والشباب دلوقتي، شبابنا الحلوين حبايب قلبي، بقوا مذكي شويه. ليه بقى؟ يجي مثلا واحد مرتبط او متجوز فيقول لا مراتي كويسه قوي ما فيهاش حاجه، عشان ما تقوليش ان انا بقول عليها وحش، بس انا ما بحبهاش يا حبيبي. بصي بقى اللفه. لا متجوز ده مش ريد فلاج ده يعني. لا يعني شوف اللي هو ايه، تقول لك ايه، لا عشان ما بقاش قليل الاصل. فاللي هو لا هي كويسه وكل حاجه واخترتها بمزاجي، ما حدش فرضها عليا، بس تمام يعني هي غلبانه، ما بتاذينيش، ما بتضايقنيش، ما بتضايقنيش. فاقصد أيوة ان هم غيروا الطريقه، عملوا ابديت شويه في الحته دي. فمن الريد فلاجز كمان بقى الراجل اللي هو بيخفي حالته الاجتماعيه او بيخفي معلومه كبيره مهمه قوي، زي انه ينسى ان هو متجوز. لا حبيبي، او ينسى مثلا انه مطلق وعنده عيال بيدفع لهم نفقه مثلا وعنده مسؤوليات. فهو شخص سنجل رايح يتعرف عليها يعني. ايه كمان؟ ان هو يجاملها مجامله ليها معنيين، يعني مجامله كده فيها سم، زي مثلا يقول لها انا عاده بحبش البنات المليانه بس انتي استثناء، اللي هو يعني انا اعجبت بيكي بس انتي مليانه، حطها برضو على كرسي عدم الثقه. اللي هو انا يعني عديتها لك كتر خيري بس بالزبط. يعني انا تمام. فطبعا هي تفضل الكلمه دي تلف في دماغها وثقتها تتهز، بس هو خدني انا بس، هو ما بيحبش الست المليانه، فهو هو بالنسبه له قايلها مجامله. ما تقدرش تمسك عليه حاجه. بس هو عارف وجهها ازاي، يعني هو عارف عمل ايه. ده في علامات كتيره قوي 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 لسه هنتكلم فيها، وخدي بالك منها في بدايه العلاقه، لان دي اللي هتحدد حياتك اللي جايه، هتبقى حياه حلوه وايجابيه وجميله ومليانه حب كده، ولا هتبقى كلها علاقه سامه وفيها الكيد والانتقام والانانيه والجحود. بنشوف ده. فاصل ونرجع نكمل الريد فلاجز في حياتنا ونخلي بالنا من ايه. لسه بنتكلم على الريد فلاجز في حياتنا، في تصرفات في بدايه العلاقه ساعات بنشوفها من كتر حبنا في الشخص ده، بنعمل نفسنا لابسين نظاره سودا. انا عارفه بناتي واخواتي وستاتي وحبايبي واصحابي، ايوه بنبقى شايفين بس بنبقى لابسين النضاره بمزاجنا. ابقى شايفه انه بخيل بس بحبه، ابقى شايفه انه بس يعني بس انا خلاص حبيته وانا مش عايزه اسيبه. لا بس في بقى علامات حمراء كبيره خطر، خلي بالك منها، لان الراجل ده مش هيكمل حتى لو انت اللي بتحبيه ومش عايزه تسيبيه، هو اللي هيسيبك. فنرجع بقى تاني لجهاد الريد فلاجز. خلاص اتكلمنا في الاول في ان هو وهم قاعدين لسه في اي مطعم وايه العلامات. في ريد فلاج جميل قوي من الاول بيظهر خالص. الناس اللي هي المسج ما بتوصل لهم بتختفي بعد 24 ساعه دول. يعني مش ممكن واحده طبيعيه ما تشكش، اللي هم بيبقوا عاملين الخاصيه بتاعت انه
الرساله اللي يكتبوها تختفي بعد 24 ساعه. ليه؟ جديده دي، انا ما بعملش الخاصيه دي. اللي بيعملوها على الواتساب ما هم عشان ايه يعني ما تتحسبش عليه رساله غالبا يعني؟ بقى هو بيبقى مخطط لحاجه قدام. فهي ما توريش بقى الناس بصوا كان بعت لي، بص كان كذا. طب ما هي تاخد سكرين شوت وخلاص. لا ما بيبان عنده تقريبا، هو في خاصيه كده ان هو اللي يبعته يختفي على طول. ده زعيم عصابه بقى، ده ريد فلاج باين من اول خمس ثواني. ده بص ده تلاقي واحد زي ده في حياتك، ده زعيم عصابه من على طول كده. باي باي حبيبي، باي باي. طيب نروح بقى لحتة تانية. مثلا احنا اتكلمنا على الموبايل، طب خلينا ندخل في حتة الموبايل نخلص كل الأعلام الحمر الريد فلاجز اللي بتخص الموبايل. رقم واحد مقلوب على ظهره. أيوة طبعا على طول. تلاقي قاعد معاكي قالب التليفونات على وشها، تلاقيه داخل التواليت واخد التليفونات كلها في ايده، حتى لو انتوا قاعدين في مطعم أو كافيه. طيب لما يجي له تليفون يرن يزن كتير، يزن يتكلم بره. أيوة يروح واخد الموبايل وطلع بره، فدي علامه. دي واحده ماما بتكلمه، هو مديها ميعاد ومستني، ويعني هي متاخر عليها فهو مش عارف يتصرف قدامك. تاني حاجه في الموبايل، لما بتبعتي له رساله يقعد شويه على بال ما يفتحها، تبان ان هي اتفتحت وهو التليفون في ايده، هي عارفه ومتاكده انه ما بيسيبش التليفون حتى وهو نايم. بس ممكن هي اللي زنانه برضه يعني. ما هي لو زنت بقى يبقى دي لوحدها. يعني الزن ده انا هيسيبها شويه لغايه ما يرد عليه. لكن الطبيعي في الاول العلاقه بيرد بسرعه. لا ساعات الراجل بيبقى محتار وبيبقى نيته كويسه، بس هو عايز يتقل مش عارف يتقل ازاي، فاهم؟ بيسيب بيعمل كده. طيب في حاجه بقى كمان، الراجل برده من الريد فلاجز اللي تلاقيه قافل البروفايل بتاعه على الفيسبوك. خايف صورته تتسرق. يعني حبيب قلبي انت قافل البروفايل بتاعك ليه؟ يعني هل انت بنوته ومحجبه وده فاميلي جروب وكده؟ لكن لا، هو بيبقى قافل البروفايل بس عنده اكونت تاني للبنات وللعلاقات التانية. لكن هي تيجي تدخل لا تبقى عارفة مين عنده فريندز ولا تبقى اي حاجة، ويقول لها اصلا انا بحب كده عشان ما حدش يعرف عن حياتي حاجة. هل دي تعتبر ريد فلاج كبيرة ولا عادية؟ يعني ممكن حسب طبيعة شخصيته، ممكن هو فعلا يكون بيهتم بالخصوصية قوي وشخص خجول، وممكن يكون بيعمل كده عشان حبايبي ما يخبطوش في بعض، يعني الناس ما تعرفش بعضها، فحسب شخصيته هو. طيب نيجي بقى كمان لنقطة تانية. انا من اكبر الريد فلاجز اللي انا شفتها في حياتي من كل المشاكل اللي جات لي كمذيع لازم اقول لكم عليها، هي بتنطبق مع مثل مصري عندنا في مصر، اللي يصعب عليك يفقرك. لو الراجل صعب عليكي سيبيه. لو الراجل هقول تاني، لو الراجل صعب عليكي اجري. ليه بقى يا جهاد؟ لان الراجل ممكن يدخل باسطوانه اصل انا ظروفي على قدي وانا شقيت وتعبت ورحت وجيت، وبعدين فجاه تلاقيه بيلبس لبس غالي وبيخرج وبيسافر، وبعدين يجي عندك انت يبقى الفقر رجع له تاني والمرض رجع له تاني، وانا عندي استباحس من وانا صغير وانا وانا وانا. فيبتدي الستات والبنات بتبقى عاطفيه اكتر، فتبتدي تقول لك طب ايه المشكله لما اقف جنبه وابقى انا السند، هيفتكرها لي بعد ما ربنا يكرمه ويبقى معاه فلوس. لكن الراجل اللي بياخد من الست، الراجل اللي بياخد منك، اللي يقبل ان انت تسلفيه، اللي يقبل ان انت تديله عربيتك، اللي يقبل اللي ياخد الفيزا بتاعتك عشان اصل الفيزا بتاعته فيها مشكله في البنك، دي كلها ريد فلاجز. انا بقول ان العلاقه دي مبنيه على المصلحه. انت رايك ايه؟ بصي برضو انا مش شايفه النموذج ده ان هي ضحيه. يعني انا شايفه ان هو حكى لها حاجه حزينه في حياته وهي موافقه ترتبط بيه. طب وكل ده مش ضحيه يا جهاد؟ ثواني، هي في لحظه كده هي تمام عندها ارادتها كامله. هو بيحكي لها انه فقير وهي موافقه ترتبط بيه، لغايه هنا مفيش مشكله مني. تمام، هي اللي وافقت. بس لما هو ياخد الفيزا والعربيه مش عارفه ايه، هي كده يعني. طب ما هي بتساعده عشان هو باين لها ان هو فقير، لكن لما يطلع مش فقير. لا تقبله وهو فقير بس ما تديلوش حياتها. يعني هم اصلا ده في ناس من اول خطوبه بتقوم مدياله كل حاجه، بتسلفه تمن الشبكه. صح، هي صح. الغلطانه مش هو كده. عشان كده انا بقول ان اللي يصعب عليكي يفقرك. ليه؟ لان ما ينفعش يبقى صعبان عليا فاديله فلوس الشبكه زي ما بتقولي كده، وان هو قدام اهلي ان هو اللي جايبه وعامل وسوي. بس هل في ستات بتحب
هي تستغل او ان هي تصرف او يعني ليه؟ يعني انا مش لايقه لها بالظبط. وارد تكون هي شريره يعني احنا ليه دايما بنتخيل اللي بيحكي لنا هو الطيب بشكل مطلق؟ مش يمكن هي شريره وبتعمل كده عشان بعد كده تعايره، او بعد كده او هي عايزه تبقى مسيطره على عليه وعلى العلاقه، فهي عايزه طول الوقت يبقى ليها اليد العليا. احيانا في ناس كده، انا شفت علاقات كده كتير، بس بلاقي ان الست بيبقى ردها طيب ما انا اعمل ايه، انا مش عايزه احرجه او اكسره، انا معايا فبقول تمام الحياه تبقى حلوه ومريحه. يعني ما دام هو ما بيصرفش هو اللي ما بيطلبش مثلا يقول ان يشيل المسؤوليه، فهي بتحس ان دي يعني ايه زي احتواء، يعني تمام انا حبيتك فانا هقف جنبك شويه لغايه ما الدنيا تتظبط. بس ما بحسش من الستات دي، بالعكس دي الستات دي بتبقى اكتر ستات مقهوره ومظلومه، لان بتحس ان هي بتستغل. عارفه الاستغلال يعني سؤال واحد لازم تساله لنفسك، هل لو هو اللي مكانها لو هو الاغنى وهي اللي مكانه معهاش او محتاجه، هو كان هيختارها اصلا هي؟ طب وهي ترد على السؤال ده بقى ازاي؟ لازم يعني تلاقي له اجابه. يعني ترد على السؤال ده ازاي؟ تقول لك ما هو حبني وقال لي وكان بيعيط لي وبيقعد لي تحت البيت وبيعمل كل حاجه. لا، بيبقى في حاجات كده مبينه ان هو ما كانتش هي اختياره. يعني عاده الستات اللي بتستغل بتبقى بتتخان كمان، فهي دي علامه ان هو مش انت اللي بيحبك اساسا، هو بيحب واحده تانية. وقت ما بيبقى معاه فلوس بيروح للتانية، فهو بس علاقته بيكي ان هو محتاج لك، ده مش حب هو احتياج. فزي ما هو بيستغلها، هي في لحظه ما في العلاقه عرفت ان هو كمان هي كمان بتستغل وجوده، بتستغل احتياجه. بصي يا جهاد، انا من وجهه نظري بجد، يعني انا شايفه ان الراجل المحترم محترم، الراجل الجدع جدع، الراجل اللي راجل بجد في حياته وفي بيته بيبقى راجل. يعني الراجل اللي بجد عمره ما يطلب من واحده ست فلوس، صح؟ عمر دي لو نقطة موتي فصلة. والله العظيم لو معهوش في جيبه غير 10 جنيه تلاقيه يقعد على الكورنيش بالخمسة جنيه، ولا انه ياخد منها 10 جنيه فوق 10 جنيه اللي في جيبه. لو هو اقل منها ومحترم هيقول لها يا بنت الناس ترضي تعيشي في مستوايا انا على قدي انا بالزبط. مش هو اللي يطلع مستواها. لكن يعني اوعوا اوعوا اوعوا، عشان كده انا وجهاد النهاردة معاكم بنتكلم على الريد فلاجز اللي يصعب عليكي باي باي. ولو انتي كملتي وصرفتي وبقيتي جدعة وكريمة هتبقي في الاخر انتي بيتقال عليكي ان انتي بمزاجك وان انتي ست شريرة. فانتي عايزة يتقال عليكي ست شريرة؟ اكيد لا. خلي فلوسك لنفسك، خلي فلوسك لبيتك لحياتك، انتي بتشتغلي عشان تبقي ناجحة ومعاكي فلوسك مش تصرفيها على راجل. فالراجل اللي ما يجيش يكملني ويزودني ويقدر انتي كست بلاها خالص في الزمن ده، خالص خالص من البداية. احنا بنتكلم من البداية، مش بنتكلم على البيوت اللي فيها اولاد وجواز، احنا بنتكلم من البداية. طيب من ضمن ايه تاني العلامات الخطر اللي انا لازم اقف رجليا تكلبش في الارض واقول لا انا مش مكملة؟ ان هو لسه داخل حياتك مثلا يحاول يتخطى حدودك. حدودك دي مش شرط تكون حاجة في العلاقة اساسا، او مش شرط تكون حاجة كبيرة، بس مثلا انت قلتي له انا بنام الساعة 10 مثلا، فهو يقوم يتصل بيكي الساعة 11. هو خلي بالك الشخص التوكسيك ده بيجس نبض دايما، يعني بيشوف اللي قدامه اخرها ايه في الاذى، انا هاذيها قد ايه وهتسامح. ساتر يا رب. عبيدك يا رب علينا. بيشوف انت هتعدي له قد ايه، يعني حتى لما بيجي يخون مثلا هو مش هيخون مره واحده، هو وانت معاه هيبدا يبص على البنات حواليك، فلو زعلتي شويه بس اتصالحتي كمان 5 دقايق هيبدا ياخد المرحله اللي بعدها. يعني بحس الست بتشاركه في انها تتغافل قوي. طيب يبقى احنا قبل ما نقفل ملف الراجل، يعني الحاجات اللي احنا بنشوفها في الراجل اللي انا مرتبطه بيه، سواء راجل بخيل، راجل استغلالي، راجل بيمثل، لما بلاقيه بكل ساعه بحال، النهارده معايا بحال بكره بحال، فده راجل بيحب يلبس ماسكات كتير. فالراجل اللي بيمثل ده برضو من اصعب الرجاله، اللي مش هتعرفي ان تمثلي كل يوم عشان تكملي بقيه المسرحيه. حاجات كتير قوي اللي احنا سمعناها دلوقتي، لو لقيتيها في الراجل كلبشي في الارض وقولي لا انا مش مكمله. نروح بقى لحبايبنا الرجاله، حبايب قلبي عشان ما يزعلوش. ايه الحاجات لو انت كراجل شفتها في الست، ايه الريد فلاجز اللي شفتها في البنت اللي انت مرتبط بيها دلوقتي او خطيبها دلوقتي او داخلين على جواز، لو دي علامات مريبة فيها شك وريبة ريد فلاجز، انا بقول لك لف وارجع تاني وما تكملش في الارتباط ده. ايه الحاجات اللي بيلاقوها في البنت او الست ف
فتقولي له لا. عايزه اقول لك بقى حاجه. الست لما بتبقى توكسيك ممكن الستات اقل بس لما بتبقى عايزه تبقى توكسيك بتبقى ابشع بكتير من الراجل. ليه؟ لان ظروفها كست تؤهلها ان هي تتلاعب باللي قدامها، زي مثلا انه ما تردش عليه فتره فهو مش عارف هي بتتقل ولا لا، او مثلا طول الوقت الست دايما من حقها تتقل. فممكن واحد يبقى جد جدا وكويس جدا وعايز يتقدم يخطبها، يقول لها عايز اخطبك، تقول له استنى افكر وتسيبه بقى على الرف. يعني هي ممكن تكون بتفكر في حد تاني فقاعده تقارن بين الاثنين للابد بقى وتستغله بقى وطلبات وساعدني في كذا واعمل كذا، فهو يعني هو فاكرها بتفكر لان هو عمل كل اللي عليه. ف يعني الستات فظيعه في الموضوع ده. حاجه تانية يعني ممكن تكون هي اتجرحت في علاقه قبل كده فتعلمت بقى ان هي ما تبقاش راميه نفسها قوي، بس بتأفور بقى. لا هي عارفه ان هي مش عايزاه، لو هي توكسيك هي متاكده ان هي مش عايزاه. يعني هي عارفه بس هي مثلا بتحب حد تاني مش عايزها او مش متاكده ان هو هيخطبها، فقالت لك الجد ده بتاع الخطوبه ده استنى نسيبه هنشوف بس نغيظ بيه التاني. لو هي توكسيك هتبقى بتعمل حاجات كتير قوي، يمكن لو راجل عمل نصها بنبقى زعلانين منه جدا يعني. صح. ايه كمان موضوع ان هي مثلا تستغله ماديا، لانه الراجل المفروض ان هو بيحتوي الست. شفنا اول ما بسبب الانتقام العاطفي ان هي يعني استغلته واستغلت عواطفه واستغلت فلوسه، وكان بيشتغل بدل الشغلانه اتنين وتلاته عشان يقدر يديها ويبسطها، وبعد كده ما تسيبه تروح لواحد تاني، فدي بتخلي فيه غليان عند الراجل. لا وبعدين في بنات فعلا اول ما بتتخطب مثلا لازم موبايلها يبوظ. ده اساسي. الراجل من دول يقول لك ايه، انا يا دوبك لسه تاني يوم اعرفها ولا تالت يوم اصل انا موبايلي وقع وباظ او ضاع او كده. عيب قوي الحركات دي بقت مكشوفه يا بنات. لا الا لو هو عايز يجيب لها بمزاجه، طبعا هو حر يعني براحته لو هو كريم، بس لو هي فكره التلاعب دي لما بتبقى عند المراه بتبقى زياده قوي، اللي هو معلش انا مش عارفه اكلمك عشان موبايلي باظ فلازم هيجيب موبايل فتتقل عليه عشان يعيني الموبايل باظ فتضطر يجيب لها موبايل. فدي ست استغلاليه وبتاعت مصلحتها زي الراجل المصلحجي. دي أسوأ لانه الراجل المصلحجي بيبان قوي والناس كلها بتقول لها لا، لكن دي لا الناس هتقول له انت الراجل فلازم تجيب. ده الطبيعي ان انت اللي تصرف وكده. ايه تاني في العلامات الحمالية؟ لو هي غير مستقره عاطفيا، خلاص هما مخطوبين او حتى متجوزين بس هي غير مستقره عاطفيا، هتيجي كل شويه تقول له انت ليه ما بتهتمش بيا، وتشجعه ان هو يقرب منها ويهتم بيها اكتر. وبعدين لما يهتم بيها تقول له لا معلش مساحتي الشخصيه انت كده بتخنقني. انا بشوف حته مساحتي الشخصيه دي عند الرجاله. لا انا عايز ماي سبيس ومساحتي الشخصيه وكده، لكن بنت تقول له انا عايزه مساحتي الشخصيه دي ما بشوفهاش قوي بصراحه. في بعض الشخصيات الغير مستقره عاطفيا وهي مش عيب، دول برضو مش اللي هم الخطر اللي هي بتلعب برضو بيه. هي مش عارفه هي عايزه ايه، هي اصلا متردده بس سايباه موجود طالما بيهتم بيه في الاوقات اللي انا عايزاها. يا ساتر. والشك بقى، فهي الشك اكتر حاجه توكسيك الستات بتعملها. لانه فكره ان بني ادم يعيش طول الوقت وموبايله بيتفتش، هو بينام ايده على البصمه مش عارفه عربيته بتتفتش، ممكن في ستات يوصل بيها الحال ان هي تحط مثلا جهاز تتبع في عربيه جوزها، يعني دي حاجه توكسيك، دي حاجه بتقلل من كرامه الشخص اللي قدامك. بس انا بشوف ان الست ما بتوصلش المرحله دي من الشك غير لما بتتعرض للخيانه اكتر من مره، او هي بتشوف علامات وراد فلاجز في حياتها بتقول ان الشخص ده مش مظبوط. يعني معظم الناس اللي راقبت، ما هي معظمهم اتطلقوا على فكره، ومعظمهم الستات هي اللي طلبت الطلاق. يعني هي اللي راقبت وهي اللي اتضايقت وهي اللي اتجرحت وهي اللي اتظلمت وهي اللي طلبت الطلاق واتطلقت. لكن انا بحس ان الغيره، الحب الحقيقي لازم يبقى فيه غيره. ما هو في فرق بين الغيره والشك. ما هو الغيره بقى لما الاقي الغيره قوي على تصرفات غلط بتولد شك. ما لما جوزك يقفل تليفونه مثلا باليوم وتبقيش عارفه عنه حاجه، ما اكيد في حاجه غلط. انت عارفه امتى هيصحى وامتى هينزل الشغل وامتى بيرجع البيت، لان الست ما بتغيرش كده لله وللوطن. لا في ناس بتغير لله وللوطن او يعني بتقلد. يعني هي شافت صاحبتها جوزها خانها فتبدا تشك في جوزها اللي هو وافي. اصلا كتر الشك بيخلي الراجل يحس ان ايه، مش انا كده كده بتحاسب كده كده غلطان مخون بقى بجد. يعني وبعدين حتى لو هو بقى وافي بسبب الشك الزياده ده، في حاجه مشروخه جواه. يعني احيانا ممكن تحرجه قدام صحابه، تطب عليه في الشغل فجاه، هو في حاجه بتتشرخ جواه كراجل. وخلينا صراحه، لو راجل هو اللي بيعمل كده في مراته وماسك موبايلها بيفتشه في مجتمعنا هنقول عليه بيحللوها عادي،
يعني يقول لك ده راجل وغيران على مراته ومن حقه، ده راجل من حقه يعمل اي حاجه، مع ان انا بقول لا مش من حقه يفتش في شنطتها ولا في موبايلها ولا اي حاجه خالص، ولا هو ولا هي. لكن يعني لو حد بيخون ربنا هيكشف لها لوحدها يعني. هي هتعرف بشكل ما احسن من كده واهدى من كده. يعني انا مش عارفه ليه العلاقات بقت كلها كده فيها انهيارات، يا انهيار ثقه، يا انهيار حب، يا انهيار عيله. يعني تلاقي العلاقه حلوه بس تلاقي العيلتين بيضربوا في بعض، تلاقي العيلتين حلوين تلاقي هما الشخصين الست والراجل مش طايقين بعض، تلاقي مثلا الراجل مستواه كويس وماديا بيصرف بس تلاقيها هي استغلاليه قوي ومصلحجيه قوي. يعني ليه دايما النقد والنقيض؟ ليه ما نلاقيش كده اتنين حلوين كده هادين من غير حاجه؟ ممكن عشان انت شايفه العلاقات عشان تبقى ناجحه بقى اخر دقيقه معانا مبنيه على ايه؟ يعني المفروض نعمل ايه كل الانهيارات اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ المفروض اهم حاجه انه واحنا بنتعرف على بعض من الاول خالص ما نمثلش، يعني حتى لو في عيوب او هو في عيوب نبينها شويه، مش نقصد نبينها بس ما نخبيش حاجه، عشان لو مناسبين لبعض تمام نكمل، مش مناسبين ما نكتشفش بعد الجواز والعيال يعني. ما يبقاش الموضوع أسوأ. بشكرك يا جهاد ان انت كنتي معانا النهارده ونورتينا في يحكى لنا. اعتقد النهارده حاولنا يعني على قد ما اقدر ان احنا نبين الريد فلاجز اللي عند الست والريد فلاجز اللي عند الراجل. حاولت وحاولنا نبقى محايدين، لان بجد حقيقي ما هو الراجل ده برضو اخويا وصديقي وزميلي، يعني الراجل ما فيش حياه كلها بتخلو من ست وراجل، والحياه كلها ما بتحلوش غير بالنصين الست والراجل. ايه الريد فلاجز اللي في الست، ايه الريد فلاجز اللي في الراجل؟ ومهمه قوي العلامات دي، مهمه قوي، وعشان خاطري بلاش نتناساها وبلاش ان احنا نعديها كده عادي، لان فعلا علامه واحده من العلامات دي ممكن تحكم من بدري، من قبل ما ابتدي بقى ادفع فلوسي كلها واجيب بيت واجهز وقايمه وعفش واولاد. انا بكلمك انت كراجل، ونفس الحكايه كبنت، ما انت ما تفرحيش ان انت عايشه علاقه حب الله وبحب وبتحب وبعد كده العلاقه دي مش هتكمل او برضو تخلص بولد واتنين وبيت وبيتهدم وانفصال وطلاق. خلينا من البدايه نشغل ده شويه بدل ده، نشغل ده شويه. اكيد ده بيدق في الاول، ما هو مفيش حد بيرتبط غير لما القلب بيدق، لكن اول ما قلبي يدق، دايما نصيحتي لكل اصحابي اول ما قلبي يدق يلا بسرعه اجري على العقل، اجيب بقى كده ابص كده عليه شروطه كده، ها لبس، ها عيلته، ها تعليمه، ها بيشتغل، ها عنده بيت، ها طب جاي تمام ولا مصلحه ولا بيضحك علي. يعني لازم اعمل له اختبارات كده عشان ادخل العلاقه برجلي اليمين وانا مرتاح. لكن لقيت 3 4 5 حاجات من اللي انا حطاهم كلها صفر صفر صفر، يبقى انا ارجع والف تاني، لان ربنا اكيد كاتب لي العوض الجميل والراجل المحترم اللي يقدرني واللي يحبني واللي اتجوزه باحترام وتبقى علاقه محترمه، عشان انا ببني عيله تانيه صغيره. اوعي تبصي تحت رجلك، مش انت وهو بس اللي حياه، بعد كده ما تخلفي هتبقى اولادك، اولادك باباهم شغال ايه؟ لما تيجي تقدم لهم في مدارس يبقى شغال ايه؟ هعرف اقدم لهم ولا لا؟ بابا مين؟ حماتي مين؟ يعني الحاجات دي كلها بتفرق في الحياه، عيلتين بيتجوزوا مش فردين بيتجوزوا. خلي بالنا كويس قوي 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 عشان الحياه تبقى حلوه. يلا اشوفكم الاسبوع الجاي على خير، ويحكى لنا على شاشه القناه الاولى. كنت معاكم ايمان مختار.